أغلبية الناس فهمت إنه ملاك ملكة جمال. مشهد على أساس إنه هي بتسمع إني أنا اللي حرقت أبوي. خليني أرد عليك السؤال بسؤال. ما بتحب إنك تعيش برفاهية؟ مسلسل أبناء القلعة. لا لا بلا مؤاخذة بحفلتي بغني بدل الساعة ممكن ساعتين وثلاث. إخوانك ناسين مثلك؟ بس أنا. مش عارف أنا والله انظلمت. ابتديت بما أقدر أقول لك تقولها هواك وعملتي أشياء لإلك بس أنت وين أكثر كنت بتلاقي حالك؟ أنت هادي من ربي. يأتيكم في الأوقات التالية على A1 TV.